نزل حق العفش وقدر حب الشوارع. هذا الشاب ذنبه الوحيد أنه رفض ابتزاز جماعة الحوثي له، والذي يفوق ثمن بضاعته من الخضروات ليقاسي وأمه رحلة الهروب من مدينة الحديدة ليستقر به الحال في إحدى مدارس محافظة تعز كنازحين لا حول لهم ولا قوة. فرفضه الانصياع لعصابة الحوثي أدى لاعتقاله في سجن القلعة بالحديدة ليدفع مقابل خروجه كل ما يملك. أنا كنت واقف الريش أطلب الله بالخضرة الشارع، قال الحوثي مسكون إحنا، قال إحنا ممنوع تفرشون، شيل منكم الرخصة باليوم خمسة، إحنا ما نقدر يعني نصرف البيت، نعمل إيجار، نعمل هذا، نقدر نكلم إحنا، قال بزول حق العفش وقدر حب الشوارع خضار. إحنا سكتنا بس زين، إحنا روحتوا البيت أنا مكبود. أقول للبيت هقمودها في الوالدة. وأنا خرجت لهم قالوا خلاص تعال أنت نشتيك ضروري. بزونا حبسونا عند الكورنيش عند خط السواحل. قالوا خليك هنا قاسينا لما تجي مريم تقصف عليك. صح كان نبكي كل حاجة بس الأكل يابس، الروتي، الزبادي مفتوح، الماء، التونة، الماء على حبوب يشربوا، وغصبا عنك يضربنك ظهر ظهر ظهر، ضربنا منهم بعد أبو مهند وأبو تراب ذاك صاحبهم مزون. إحنا أقل والدي الله يخليه دفع 20,000 اللي كان يشقي به، شلنا وخرجونا وزاد هقموا له بالله الساعة 9 للبيت. تعمق الخطر من جديد على هذه الأسرة حينما جاء مسلحو الحوثي الإرهابية إلى منزلهم ليقتادوه للجبهة في صنعاء، فترجتهم الأم بأن يتمهلوا لتودع ابنها حتى الصباح لتتمكن بعدها من الإفلات والفرار منهم عبر أزقة المدينة متفادية نقاط التفتيش في رحلة خوف استمرت لأسبوع لينتهي بها المطاف إلى مدرسة للنازحين في تعز، والتي هي الأخرى تهددهم بإخراجهم إلى الشارع بسبب بدء العملية التعليمية. أقول حويثة دقدقوا الباب وأقول شو شلوا ابني، قلت لهم خلاص مهلتكم دحين للصباح. لما دهفوني لداخل قلت لهم خلاص مهلتكم دحين للصباح، شخلوا يجي لعندكم. نحن بعدين خلاص سافرنا شلينا عفشنا، ان احنا مستاجرين بيت ما هيش بيتنا ولا ملكنا ولا شيء، شلينا العفش حقنا وخرجنا. اتحركنا بالفقر مش يعني احنا صغار صغار صغار، لا كل 16 بعد مسكنا حق كل 16 قالوا احنا معكم، قلنا احنا بنروح لاخت اب، جلسنا احنا بالطريق تفتيش حقهم هذا ومعهم جهاز عمل معنا تفجيرات معنا ذا نطشوا الشمط الشوارع وعملوا كذا تراب حاني بعد قدامنا كله قشط النار رفعوا تراب الشارع كل 16 حفروا كذا تراب ومعهم خنادق متخبين داخله. بكاء الأم لا يتوقف للحال الذي وصلت إليه، ولا ترجو سوى مسكن صغير يأويهما ويطوي صفحة مأساة عنوانها الاختطاف الإجرامي والترهيب للأسر الآمنة في مدينة الحديدة وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.